ومن هنا أنتم تجدون بأنه صاحب مفتاح الكرامة بعد أن ذكر بأن المشهور تقديم الجارح على المعدل، قال ولا يتأتى إلا على القول بأن عدالة حسن الظاهر. يعني تقديم الجارح على المعدل إنما يتم على نظرية ماذا؟ أن التعديل هو ماذا؟ هو حسن الظاهر. وأما على القول بأنها الملكة فلا يتجه، لأن المعدل إنما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبع الآثار. هسه سؤال بيني وبين الله، خلي ذهنك يمي، هذا بحث أعزائي مرتبط ببحث الأمس والأبحاث السابقة. هؤلاء علماء الرجال إيش قد كان عندهم وقت الشيخ الطوسي حتى يعدل لي مولانا 2000 نفر؟ مولانا وين مارس معهم؟ أين جلس معهم؟ أين اطلع على أحوالهم حتى يقول ثقة أو ماذا؟ إذن في الأعم الأغلب أنه ثقة أو ضعيف، نقلي أو حسي. ها؟ يعني أنتم الآن في حياتكم الشخصية بينكم وبين الله كم شخص تستطيعون أن تجلس معه تتعرفون؟ ما يتجاوز عدد أصابع اليد، العشرات مولاي، أما ما يمكنك المئات تتعرف على أوضاعه. نعم بإمكانك من خلال النقل، فإذا كان نقليا إذن يحتاج إلى السند، وإذا فقد السند فلا قيمة ماذا للتضعيف والتوثيق. ولهذا نحن بالأمس قلنا أن من أهم الكتب في علم الرجال هو كتاب من؟ كتاب الكشي. لماذا؟ باعتبار أنه في العام يذكر أسانيد، يذكر هاي الرواية، يقول يونس هكذا ورد فيه، محمد زرارة هكذا ورد فيه، وهكذا. أنت من حقك أن تنظر إلى الرجال إلى السند، أما بمجرد أن يقول الشيخ ضعيف، ومن أين ضعيف؟ وخصوصا الفاصل بينه وبين ذاك 200 سنة، بل حتى لو كان معاصرا له من أين عرف أنه ضعيف؟ عاصره كان في بلد أسد، لعله في مدينة أخرى، افترضوا معاصر له ولكن هو في مكان وذاك في مكان آخر. ولذا التفتوا أعزائي، يقول بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبع الآثار، وعند هؤلاء يبعد صدور المعصية فيبعد صدور الخطأ من المعدل، ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل، أن إذا أخذنا يقول الشاهد أنهم يقولون هذا أمر عدمي هذا أمر وجودي. إذن هذا بعد مرتبط بمبناك في أن العدالة والتوثيق قائم على أمر عدمي، على أمر ماذا؟ على أمر وجودي.